تلموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في اطار تحضيرات شهر رمضان اللي يدخلوا علينا عليكم بصحه وسلامه، وباش ما تمنيتوا ونزولا عن طلب بزاف ديال المتتبعين عندي في القناه، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم محبوبه المغاربه من ايام الطفوله اللي هي البليغه. غادي نشارك معكم وصفه اليوم ان شاء الله غادي تكون البليغات المخزنيين بجوج ديال الاشكال، البليغه المخزنيه التقليديه اللي كيكون الشكل ديالها تقليدي، والبليغه ريفيزيتي على شكل بليغات اللوزه معمرين، جوج ديال الاشكال بنفس العجينه كيجيو رائعين. كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي عطي شكل منظر زوين للمائده الرمضانيه ديالكم، ملكي فاخر بامتياز، شي حاجه ديال الهمه وديال موائد الملوك. فان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الشكل الغني على التعريف تقليدي. كتشوفوا كي كيجي اللون ديالهم كيجي محمرين وطيبين مليح ومحمرين، واللون كيشهي غزالين من ناحيه اللون، اما من ناحيه المذاق فكيجيو بنان كيحمقوا، والهشاش بزاف هشاش. كتشوفوا كنضغط عليهم غير بيد وحده كيتعلقوا دغيا كيتهرسوا كيدوبوا في الفم معلكين معسلين. غادي نشارك معكم ان شاء الله وصفه اللي غادي يكون فيها السر ديال الهشاشه ديال هاد البليغات. اغلب الناس كيعانيو وكيصاوبوا هاد البليغات هادو، ولكن في الاخر كيجيهم شويه قاصحين. فالوصفه ديالهم ان شاء الله غادي تضمن لكم انكم تصوبوا بليغات كيجيو هشاش كيدوبوا في الفم. وهذا الشكل الثاني اللي هو بليغات اللوزه معمرين كيجيو بهذا الشكل هذا على شكل لوزه، حتى هما كيعطيو منظر رائع للطبيله ديالكم. ولا حطيتهم للناس غتصدموا تاني البشر في رمضان، كيجيو منظر زوين ملكي وكيجيو رطبين حتى هما وهشاش معلكين وبنان. كتشوفوا العسل داخل حتى للقلب ديال الحبات ديال البليغات اللوزه. ابقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوفوا المكونات وطريقه تحضير البليغات المخزنيين وبليغات اللوزه معمرين. اول مرحله في تحضير البليغات والبليغات على شكل لوزه هي الخدمه ديال العجينه. عندي هنايا خليط ما بين 400 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات نوع ممتاز، و 400 غرام ديال الجوجلان بلدي طبيعة الحال منقي ومغسول. غادي نزيد على هاد المكونات ساشي ديال خميرة الحلوى من وزن 8 غرام. هنا عندي معلقة كبيرة ديال القرفة، ما تكونش عامرة بزاف، العبار يكون عادي، معلقة كبيرة ديال القرفة بلدية مطحونة ومغربلة، غربلوها مليح. ومعلقة كبيرة كذلك العبار ديالها يكون عادي، معلقة كبيرة ديال الزرارع مخلطين ما بين النفع البلدي والنفع البستاني. تقدروا ديروا معلقة صغيرة ديال النفع البلدي ومعلقة صغيرة ديال النفع البستاني باش ديروا قياس معلقة كبيرة ديال الزرارع مخلطين. عندي هنا قياس 3 الحبات ديال المسكة الحرة، دقيتهم مع واحد نص معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، قبصة ديال الملحة باش ما يجيوش البليغات باسلين. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا هاد النواشف. من بعد ما خلطنا النواشف مع بعضياتهم غادي نزيد قياس نص كاس العنبه ديال الزبده نوازيت. كتاخذوا الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز وكتذوبوها وكتحمروا هذاك الحليب اللي فيها حتى كتولي على شكل نوازيت. نص كاس العنبه ديال زيت نباتي اللي هو الزيت العلفه ديال العنب. كتسولوني بزاف على هاد الزيت، هذا هو هذا باش كنخدم زيت الاصل ديالو هو العلفه ديال العنب، نباتي وصحي 100%، ماشي فحال الزيت الروميه. كاين كيتباع في كارفور مرجان الغيون ديال الزيت اولا الجهه ديال الزيوت كتلقاوها فيها. الناس اللي كيخدموا بزيوت نباتي تقدروا تخدموا بزيت القرقاع اولا زيت الجنجلان الخضر حتى هو، علاش لا، ماشي مشكل. والناس اللي كيخدموا بالزيت الروميه تقدروا ديروا الزيت الروميه على حسب نتوما والرغبه ديالكم. غادي نزيد شويه ديال روح الزهر من نوع زوين، قياس واحد نص معلقه صغيره، وغادي نبسس هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يولي الخليط مرمل. بعد ما بسست الخليط حتى ولا هكذا على شكل مرمل غادي ندوز دابا باش نجمعو. غادي نحتاج صفار ديال البيضه، غادي ناخذ غير الصفار. غادي نزيد قياس معلقه كبيره ديال الخل، وهنا عندي الحليب من سم بالزعفران شعره، الحليب اللي هو بوريسيما او الحليب المركز الغير محلى في المغرب، معروف بزاف هاد بوريسيما حليب الطفوله. كتاخذوا بواطه من وزن
160 مليليتر أو 170 غرام. هاد العلبة هادي أو هاد البواطة فيها قياس كاس العنبة. خديت هاد الحليب المركز الغير محلى، درته في كاسرونة ودرت عليه شعيرات ديال الزعفران، سهلتهم في الفران من قبل ودقيتهم في المهراز حتى ولا على شكل بودر، ودرت هاد الخليط هذا في كاسرونة وخليته حتى سخن واحد شوية، ما تخليوهش يغلى غير يسخن، كتحسوا بهذاك الزعفران طلق الريحة والنكهة والمذاق واللون ديالو في هاد الحليب، وكتطفوا عليه كتخليوه في هاد الكاس، كتخويوه في كاس وتخليوه حتى كياخد درجة حرارة المطبخ، عاد كتخدموا به. بالنسبه للناس اللي كاينين في الخارج كتخدموا باي نوع من انواع الحليب المركز الغير محلى. وهنا غادي نبدا نجمع العجينه بهذا الكاس ديال الحليب وبمظهر، عندي هنايا مظهر، غادي نبدا مظهر ندير غير شويه بشويه على حسب نوعيه الدقيق باش نتوما خدامين واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا هنايا عبرت نص كاس ديال العنبه، غادي نخلط هاد المكونات مع الحليب حتى ندخل هاد الحليب في الخليط، عاد ديك الساعه نبدا كنزيد في مظهر شويه بشويه ونشوف ديك الساعه شحال احتاجت ليا العجينه باش نجمعها. وملي كيخصكم مظهر العجينه كتبداو غير كترشوا هكذا، ما تخلطوش وتخويو مظهر من الكاس. العجينه من بعد ما جمعتها كتجي هكذا، كتشوفوا انها ما قاسحاش بحال العجينه ديال الشباكيه وما جارياش ثاني كتلصق في اليد. شخصيا احتاجيت كاس ديال العنبه ديال مظهر، تقدروا نتوما تحتاجوا نفس الكميه كيف ما يمكن لكم تحتاجوا قل او اكثر على حسب نوعيه الدقيق باش نتوما خدامين. اهم حاجه كتحصلوا على عجينه بهذا القوام، ما خصهاش تكون مطلوقه بزاف وما خصهاش تكون قاسحه بزاف. غادي ناخذ هذه العجينه وغادي نقسمها من النص على جوج، غادي ناخذ النص ديال العجينه وغادي نقطعو. بعد ما قسمت هذاك النص ديال العجينه على جوج ديال الحصص متساويين، غادي ناخذ هاد الحصص هادو وغادي نشكلهم على شكل حريبلات اولا دي بودا بحال هاد الشكل هذا، بحال الشكل ديال الفقاس. وغادي نبدا، غادي ناخذ هاد البودا نغطيه فيلم اليمونتير باش ما ينشفش. غادي ناخذ هاد البودا، انا فرشت هنايا فوق لو بلون دو طرافاي اولا طبله علاش خدامه، فرشت واحد الطبقه ديال الفيلم اليمونتير باش كتجي الخدمه سهله، واخا هي راه ما كتلصقش مع الطبله علاش كتخدموا، ولكن غير باش تكونوا مهنيين. غادي نبدا كنطلق في هذا البودان هذا وغادي ناخذ مدلك، غادي نبدا نسرح فيه مره بالطول ومره بالعرض باش نحلو ونطلقو. بعد ما سرحت هذاك البودان بهذا الشكل هكذا بشكل متساوي على شكل مستطيل بالطول وبالعرض، غادي نحتاج هنايا بيض بيضه، وهنا عندي مجموعه ديال المكسرات، عندي نصيصات اولا أربعة ديال القرقاع، كتاخذوا نصيصه ديال القرقاع وكتاخذوا غير ربع ديالهم هكذا، وهنا عندي حبات ديال البيستاش. بغيتوا تخدموا بحال ديروا مزيج ما بين القرقاع والبيستاش كتجي حلوه رويال غزاله، بغيتوا تكتفيوا غير بنوع واحد من المكسرات بغيتوا تخدموا غير بالقرقاع بوحدو اولا البيستاش بوحدو، هذا كيرجع لكم. اهم حاجه طريقه ديال الخدمه. بعد ما سرحت العجينه غادي ناخذ هذا البيض ديال البيض وغادي ندهن به غير هذا الطريق هذه اللي غادي نسرح فيها اولا نبتها بالمكسرات بهذا الشكل، وغادي نبدا بنصيصات ديال القرقاع كتستفوهم غير هكذا، ما تضغطوش عليهم باش ما يتقبوش لكم العجينه ويخرجوا من على برا. بعد ما استفت القرقاع بهذه الطريقه غادي نعاود ندهن ليه الوجه ديالو بشويه ديال البياض البيض هكذا، غير باش منين نبدا نبرم عليه العجينه كتلصق. دهنه خفيفه ما تكثروش البياض ديال البيض، وغادي نبدا نهز العجينه هكذا كتحاولوا انكم تلصقوها على القرقاع بهذا الشكل، كتسوديو هذه الحافه اللي كتكون على طريفات ديال القرقاع باش كيلصقوا. وغادي نبدا نبرم عاود هكذا، مني لويت الحافه الاولانيه
وسديتها مع النصيصات ديال القرقاع، عاود لويت مره اخرى. هنا غادي نعاود نحبس وناخذ البياض ديال البيض، نعاود ندهن به هاد الجهه هادي على الحافه ديال الثنيه، وناخذ البيستاش ونبدا نستف الحبات ديال البيستاش بهذا الشكل. غادي نبت هاد البلاصه. من بعد ما كملت هاد السطر ديال البيستاش، غادي ناخذ شويه ديال بياض البيض وندهن به الحبات ديال البيستاش من الفوق باش تلصق عليهم العجينه ملي نبدا نبرم. وغادي نبدا نبرم بهذا الشكل. كتحاولوا انكم تشدوا الحبات ديال البيستاش بصبعكم هكذا وتبرموا. كتضغطوها شويه، ما تورقوش باش ما تتقوش العجينه. ونعاود نبرم. وغادي ناخذ هذه الحافه هذه اللي كتكون هنا، نحاول انني نرققها بالمدلك ونبقى نبرم حتى نجمع البوده. انا شويه مانياك. هاد الحافه اللي بقات هنا هي رقيقه، غادي نبدا نقرص فيها مع العجينه غير بشويه باش كتسودا. غادي ناخذ هاد البوده، نحاول انني نحلبلو شويه، غير شويه غير باش يتقاد. وغادي ناخذ هاد البوده نديرو في بلاطو، نغطيه بفيلم اليمونتير بيد ما نخدم البوده الاخر بنفس الطريقه، نفس الخدمه اللي درت لهاد العجينه غندير لها العجينه الاخرى. نعاود نرجع بعد ما كملت لي بودان في الخدمه، غادي ندخلهم للفريغو ونخليهم كيجمدوا باش الوقت اللي غادي نخدم فيه البليغات الاخرين. غادي ندوز دابا للشكل الثاني، النص الثاني ديال العجينه اللي بقى. بيد ما يجمدوا هذوك لي بودان نخدموا حتى هو على شكل بليغات. غادي نقسم هاد العجينه على جوج، الطرف ديال العجينه نغطيه بفيلم اليمونتير باش ما كيبش. غادي نخليه على جنب. وغادي ناخذ هاد العجينه هادي، نحاول انني نطلقها بالمدلك بشكل يكون رقيق، ماشي تكون رقيقه بزاف كاع، وماشي ما تخليوهاش تاني غليظه. بعد ما سرحت العجينه بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ المسطره ديال طبيعه الحال المسطره ديال الكوزينه، غادي نبدا ناخذ عليها العبار مع الجراره باش يجيو مشنفين. وغادي نبدا، اول حاجه غادي نبدا بها هي نقص هاد الحواف هادو. وغادي نبدا كنقطع في البليغات على العرض ديال المسطره اللي عندي. المسطره عندي العرض فيها 4 ديال السنتيم، فباش نحصل على مربعات اللي كيكونوا بشكل متساوي، غادي ندير القياس ديال المسطره 4 سنتيم في الطول و 4 سنتيم في العرض ونبدا نقطع ونعاود نفس العمليه بالعرض بهذا الشكل. كناخذ المربع ديال العجينه، غادي نخدمه بطريقه التقليديه العاديه ديال الام ديالي، كدير هكذا، كتجيبوا البليغه هكذا. وهنا عندي شويه ديال القرنفل، منه كيعطي مذاق زوين، منه كيزين، ومنه كيسود لكم العجينه بهذا الشكل. غادي نحطها هنا ونضغط عليها هكذا ونسد باش كتحصلوا على بليغه بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. الناس اللي كيخدموا بالراس ديال المغرفه باش يشكلوا البليغات تقدروا تخدموا كما بغيتوا. بعد ما ساليت الشكل ديال البليغات بهذا الشكل هكذا، ساليت الكميه ديال العجينه اللي عندي، غادي نخليهم على جنب بيد ما ينشفوا ندوز باش نقطع الحريبلات ديال البليغات اللي معمرين.
هنا قبل ما نبدا التقطاع ديال لي بودان ديال البليغات غادي ندوز باش نربح الوقت. غادي نغلي العسل. عندي هنايا كميه ديال العسل، كتخدموا باي عسل عندكم، سواء العسل انواع العسل اللي شاركت معكم في القناه، عسل من السم بالمذاق ديال العسل الحر ديال الدغموس، او لا العسل بالعسل ليمون بالنكهه ديال العسل الحر، او لا صوبتو نتوما شي عسل ولا شريتوه من برا. اهم حاجه العسل باش تخدموا يكون عاقد، العسل خصو يكون خاطر بحال الشكل ديال العسل ديال الشباكيه. غادي نشعل عليه البوطه، نخليه على عافيه تكون مهيله حتى كيغلى. نفس الطريقه اللي شاركت معكم التعسال عامين هذه كانت بشكل حصري، لا سواء في الشباكيه المخزنيه الملكيه او لا شباكيه الملوك اللي شاركت معكم يلا هاد اليامات، نفس الطريقه ديال التعسال غادي نعسل بها البليغات. غادي نجيب البوده، ردوا البال ما تخليوش يجمد يجمد حتى تولوا تفلقوا به، غير الوقيته باش تكملوا التشكيل ديال البليغات كتجبدوا لي بودا كتبداو تقطعوا فيهم. غادي نقطعهم على شكل لوزه، غادي نقطع بحده حيت فريمون ماضيه كتبرد لي غادي يدي في تقطع. غادي نحيد هاد الجناب هادو بهذا الشكل، نحيدهم، تقدروا تقليهم من بعد حتى التالي وكتقليهم باش ما كتضيعوش فيهم. وغادي نبدا نقطع هاد العجينه هادي على شكل لوزات، حاولوا انكم ما ديرهمش رقاق بزاف وما تغلطوهمش ثاني. سلان بي كملت تقطاع ديال البليغات معمرين، كيجي الشكل ديالهم هكذا. بهذا الشكل كتشوفوا انه غادي وكيطلع الصلعنبي، غادي نطفي عليه، غادي نحطو على جنب بيد ما تهبط درجه الحراره ديالو. من بعد غادي نسمو بشويه ديال روح الزهر باش كتجي فيه النكهه ديال الزهر. وفي هذه المرحله ملي كيفيض العسل وكتحطو على جنب باش كتهبط درجه الحراره ديالو، كتشعلوا البوطه على الزيت على عافيه متوسطه. غادي نخلي هذا الزيت كتسخن مليح، ضروري يكون حمام ديال الزيت بحال الشكل ديال الشباكيه. من بعد ما سخنات الزيت مليح كتاكدوا ان الزيت سخنات مليح. غادي ندوز باش نبدا الطياب ديال البليغات، غادي نبدا ندير البليغات وحده بوحده وديما على عافيه تكون متوسطه. وحاولوا انكم ما ديروش كميه كثيره ديال البليغات في الزيت، ما تزحموهمش. من بعد ما درت البليغات في الزيت ما غادي لا نحركهم لا والو، غنخليهم حتى يشدوا فراسهم باش ما يتحلوش، رغم انهم مسودين بهذيك الحبه ديال القرنفل، ولكن كتخليوهم حتى كيشدوا راسهم. هنا من بعد ما طلعوا غادي يكونوا بداو كيشدوا راسهم هنايا شويه، غادي نبدا غير بعود اولا بتشوبستيك غادي نبدا نحرك فيهم. الصلعنبي ملي كيشدوا راسهم كتبداو كتحركوا فيهم بحال الشكل ديال البريوات اولا طياب البريوات باش كيتحمروا من كاع الجوانب وغير بشويه. انا في هاد الاثناء قسمت هذاك العسل على جوج ديال الحصص، هذاك العسل اللي غليت خديتو نص الكميه ديالو درتو في زلافه تكون عريضه شويه، ونص الاخر خليته في هذيك البرمه. بعد ما كيطيبوا البليغات غادي نهزهم بالصفايه. انا سبق ليا وجدت كسكاس درت فيه ورق النشاف، غادي نحط فيه هاد البليغات يتسقطرو، غير نشوفو شويه من هاد الزيت ونطفيهم نيشان في العسل. نيشان كي كتسقطرو البليغات وهما باقيين سخان كطفيوهم في العسل، حاولوا انكم ما تخليهمش حتى يبردوا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال البليغات اللي عندي. وهاد البليغات هادو غادي نديرهم في هاد الكميه الاولى ديال العسل، والكميه الثانيه غادي نخليها نطفي فيها هادوك البليغات معمرين على شكل لوزه. من بعد ما كملت البليغات في القلي غادي ندير صفايه بحال هكذا ونصفي هادوك الحبات ديال الججلان اللي كيكونوا طاحوا في الزيت باش ما يتحرقوش. وغادي ندوز دابا باش نقلي بليغات اللوزه، غادي نبدا نطلق فيهم هكذا في الزيت. وديما الطياب ديال البليغات لا سواء البليغات الاولى اللي قليت ولا هادو ديال اللوزه كيكونوا على عافيه تكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده بزاف، ما تكونش ثاني ناقصه ميته. نفس الطياب غادي نخليهم حتى يطلعوا الفوق، ما نقيسهم ما والو حتى يشدوا فراسهم. عاد نبدا نحرك فيهم بهذاك العود، ملي كيشدوا راسهم كتبقاو تحركوا فيهم هكذا بحال الطياب ديال البريوات. الصلعنبي في هذه المرحله راهم طابوا، غادي نسقطرهم من الزيت نديرهم فوق الورق النشاف
ونطفيهم في الكميه الثانيه ديال العسل اللي عسلتها في جلافه بوحدها. كي كيتسقطروا نيشان وهما سخان كطفيهم في العسل باش كيشربوا العسل، ما تخليهمش حتى يبردوا. بعد ما خليت هاد الحلوه البليغات في العسل تقريبا واحد 3 السوايع وهما راقدين فيه، غادي ندوز دابا باش نبدا نصفيهم. هنا من بعد ما صفيت البليغات من العسل وسقطرتهم عندي كميه ديال اللوز مفسخ وحمرته في الفران، هو باش غادي نزين هاد البليغات هادو. غادي ناخذ كل بليغه بهذا الشكل وهما يلاه تعسلوا، باقي ما تسقطروش 100% من هذاك العسل، وغادي ندير في كل بليغه جوج حبات ديال اللوز من هاد الجوانب هادو باش كيجيو هكذا. الشكل النهائي ديال البليغات المخزنيين وبليغات اللوزه معمرين من بعد ما كيتعسلوا كتزينوهم كتقدموهم بالصحه والراحه، كيجيو الخوار في المائده الرمضانيه بشكل جديد، ميكس او لا شكل مختلط ما بين البليغات المخزنيين التقليديين وبليغات بشكل مستحدث او لا ريفيزيتي، كيجيو بحال شكل ديال اللوزه رائع بامتياز. متاكده 1000000% الناس اللي غادي يجربوا هاد البليغات هادو غترحموا ليا الوالدين، وغادي تعيو معايا وقت ما صوبتهم وتوليو مدمنين عليهم في شهر رمضان، كيجيو غزالين بزاف. واللي داق عندكم هاد البليغات غيسولكم على المكونات وطريقه التحضير، بكثرت ما كيجيو بنان هشاش معلكين وشهوة منهم. اما الشكل الثاني ديال بليغات اللوزه معمرين فحتى هما كيجيو كيحمقوا لا من ناحيه الشكل ولا المنظر، كتشوفوا الانواع بجوجهم ديال البليغات كيجيو معلكين وكيبقاو كيلمعوا فيهم ديك اللمعه وكيبقاو معسلين وكيبقاو حتى عام ما كينشفوا ما كيبسوا. ما بقى لا نقول لكم بالصحه والراحه، الى عجبتكم الوصفه ديال البليغات المخزنين وبليغات اللوزه معمرين ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنسوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في اليوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب اللي كتخليو ليا سواء في تعاليق في القناه او لا على صفحات ديالي في وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك. نتلقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع معسلة جديدة وصفة جديدة من تحضيرات شهر رمضان. على بخشن تشاو.